أيعقل أيعقل أن بعض الصحفيين لي شيتوا للسلطة؟ يعني جو ميكسكيوز دو تيرم، كاين حرية عندكم أخ ناصر، أشكو تي تروف نورمال؟ هل من المعقول يتاكيو لاعب رياض محرز ليس لأنه في عطلة، لأنه راح للمغرب، كأنه المغرب هذا شي بلد عدو. يعني لو كان يعني راح للمغرب، يعني سي مصطفى لو كان في بلد آخر ممكن ما الشعب المغربي بلد شقيق. السلام عليكم الأصدقاء ديالي وخوتي الأعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم خوكم أنوار من قناتكم وقناتنا أنوار برو. أصدقاء ديالي، في هذا الفيديو الجديد غادي نشوفوا واحد الإعلامي جزائري كيتحدثوا على القضية ديال رياض محرز اللي دار ضجة في الجزائر، وكيتحدثوا علاش رياض محرز سمح في المنتخب الجزائري ومشى لمراكش. أصدقاء الجزائري هذا غادي يبهدلهم أكبر تبهدلة، وغايقول لهم باللي نتوما ما بكم لا محرز لا معطوب لا ما جاش المنتخب، بكم غير المغرب ومراكش. كتشوفوه مشى المغرب بحال مشى لشي بلد عدو. اصدقاء ديالي، هذا الجزائري قرب البلاطو، غنبغي نخليكم تشوفوا الفيديو وانتم حكموا وعطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعونا بلايك. اصدقاء ديالي، باش ما نطولش عليكم ندوزو نشوفوا الفيديو ونتلاقاو في النهايه. يا با دافير رياض محرز، اون كري اون فوس بوليميك باش نغديوها باش نجيبوا الوقت بها. والله غير سي ديزولو، انا نعيب على بعض الزملاء راهم يصطادوا في مياه عكره، ولا غير مهزله. والله احنا ثاني الصحافه راهي تساهم يعني في 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 الفساد الرياضي. والله العظيم انا ما فهمتش. انا سمعت الناخب الوطني جمال بالماضي، نعم، في الندوه الصحفيه تكلم على تقرير طبي من مانشستر سيتي يؤكد إصابة اللاعب رياض محرز، ولهذا الناخب الوطني حفاه من هذا الطرابوس بمناسبة مقابلتين، يعني مقابلة أوغندا وتنزانيا. واليوم أنا والله غير نتأسف كثير على بالك الحملة الشرسة هذه ضد اللاعب اللي قدم كثير للفريق الوطني، واليوم يعيبوا عليه وعلاش راح يجوز لي فاكونس. يا سبحان الله، سي انتيردي دي باسي دي فاكونس، الا لو دروا دو باسي دي فاكونس افيك سا فام. مرتو تستنى مولود ان شاء الله يكون محرز صغير ويقدم الكثير للجزائر. وحنا عندنا نساو كجزائريين، على بالك في الجزائر ديال واحد الخير 99% تنساه 1% تكلم لك على 1%. وهنا يستحقوا الاخ ناصر، نعم، على بالك باللي اللي يحبوا يقارنوا قضيه رياض محرز وقضيه اندي ديلور نقول لهم عيب عليكم، باسكو لي دو زافير ما يتشابهوش. رياض محرز لبى الواجب الوطني في كل المراحل، على بالك نهار جا الفريق الوطني منذ عده وقيله سي لا سيزيام اني هو في الفريق الوطني. Il n'a jamais fait de chantage le Farik Louatani. Contrairement à Andy Delon, qui a placé l'intérêt personnel تاعو avant l'intérêt تاع الفريق الوطني. Ou le صريح تاعو الخطير, يعني il a poussé Belmadi باش يستغنى عنه. Belmadi ورانا dans une conférence de presse le message اللي بعث له Andy Delon وين يطلب منه يعني ما يستدعيش مستقبل الفريق الوطني. وقال بصريح العبارة، قال جو مي ليكيب ناسيونال اونتر بارونتيز بور غاني ما بلاس ا لوجي سي نيس. وعلاش كيفاش سي مصطفى كيفاش نفسروا هذا التهجم على، يعني كان فيه تهجم على الناخب الوطني والخيارات تاعو، كان فيه تهجم على محرز، نعرفوا يعني قيمه محرز، محرز يلعب في يعني في نادي من اكبر الانديه في العالم، ما راهوش يعني والجزائر فخوره باش تكون عندها لاعب بهذا الطراز، يعني وعلاش تهجم على الناس لخدموا المنتخب الوطني؟ يعني هذه حرب قذره، سي تون سالغير. وسمح لي اخ ناصر، انت راك في 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 لندن، بتيتر ما تو ميتريز با واش راهو يصرا هنا في الجزائر. هنا سيدي ريغلمونت كونت، اغلب الذين ينتقدون بالماضي الان هم الذين كانوا يساندون
الرئيس المخلوع شرف الدين عمارة ايروني دي سو، هذوك اللي كانوا يقولوا لنا الاقصاء تاع الفريق الوطني من كاس العالم ما يسالش فيها ما يسالش فيها شرف الدين عمارة، لا يتحمل المسؤوليه وحده في الندوه الصحفيه اللي عقدها الناس الوطني. نعم. جعل من قضيه رياض محرز المون ايفينمون، يعني لا حدث لا نعم. حدث، ويعني جاوب في جملتين قال لك انا هذا اللاعب تلقينا رابور ميديكال وانا نثق في مانشستر سيتي وانا ماشي من عادتي نعاود دي زيكسبيرتيز على لي جوار تاعي باش نقول لهم اروحوا لسيدي موسى نشوفوا ندير لكم اون اكسبيرتيز ميديكال باش نكذبوا الرابور ميديكال تاع سيتي. قال لك انايا كاين ثقه متبادله. انت كمحلل ولا كصحفي لازم تجي للندوات الصحفيه، تروح للملاعب، تروح تشوف تحوس تفهم واش راه في الفريق الوطني، ماشي تقعد في الدار وبعد تجي ليميسيون ولا لي ريزو سوسيو ومن بعد تروح البلاطو تاعك تبدا تفلسف. التفلسف يعني ومن بعد قلت لك يعني من المفارقات هذوك اللي كانوا يدافعوا على عماره نفس الاشخاص اللي راهم يشنوا حمله ضد محرز وضد ضربي بالماضي، غير مقبول. نعطيك مثال، أيعقل أن بعض الصحفيين اللي شيتوا للسلطة، يعني جو ميكسكيوز دو تيرم، كاين حرية عندكم أخ ناصر، أش كنتو تديرو في نورمال؟ هل من المعقول يتاكيو لاعب رياض محرز ليس لأنه في عطلة، لأنه راح للمغرب، كأنه المغرب هذا شي بلد عدو، يعني لو كان يعني راح للمغرب، يعني سي مصطفى لو كان في بلد اخر شقيق. ممكن ما الشعب المغربي بلد شقيق من حقه يروح يجوز لي فاكونس، ما تكلموش على لي فاكونس، الشغل شافوها كخيانه لفات بالماضي محرز راح للمغرب لمراكش باش يجوز لي فاكونس، شافوها كخيانه ولا غير عيب واش راهو يصرا ولا غير مهزله ولا غير يضحكوا علينا البلدان الاخرى، عيب ولا غير عيب واش راهو يصرا. يعني مصطفى انت راك تشوف لو كان جوز لي فاكونس تاعو في بلاد اخر ممكن هذا الجدل كاع ما نسمعوش. والله ما نسمعوه. نعطيك مثال. ايه. يا اخي راح لدبي قبل كاس افريقيا كان مع الزوجة تاعو في دبي، ما تكلموش على لي فاكونس هذوك، صموا البوكمون باسكو مصطفى خلينا الوقت راهو يجري خويا مصطفى، خلينا نروحوا للقائمة الجديدة، سبع لاعبين جدد، يعني حبينا نعرفوا التقييم تاعك لهذا اللاعبين. مقبل ما نسمعوك خويا مصطفى نسمعوا تقرير للأخت صابرين على التشكيلة الجديدة. أصدقاء ديالي وخوتي العزاز، كنتمنى الفيديو يكون نال إعجاب ديالكم، كنتمنى تعطيوني الآراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك ما كراشكمش أخوتي العزاز، تبركوا لينا على داك اللايك باش الفيديو هذا يوصل لجميع المغاربة في جميع أنحاء العالم. أما الناس اللي ما مشتركينش في القناة كنتمنى يشتركوا ويفعلوا زر ديال الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. إن شاء الله وليا في راسكم بزاف، كيف العادة كان معكم خوكم أنوار من قناتكم وقناتنا أنوار برو، السلام عليكم.